أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للطالب أن يضيف بعض الآيات على هامش التفسير التي يذكرها فضيلتكم، حيث إن أول أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، لا يحدث شيئا في المصحف أبدا، كتابه ما في بس يتصرف فيه، أما المصحف لا، لا يعبث فيها ويكتب فيها وعلى هوامشه. نعم.